النهارده يا جماعه موعدنا بقى مع التجربه الدمار، ان شاء الله تبقى تجربه حلوه وتعجبكم. هنجرب المضرب ده، المضرب ده عملناه وعرضناه في فيديو امبارح، وده مضرب جديد برضك عملناه ويعني وظبطناه في فيديو امبارح. طبعا البتاعه دي خلي بالك ليها مقاس، يعني انت تمسك بايدك الاثنين كده، بص حتى لو ماسك بايدك الاثنين دي استحاله تلمس ايدك، ما تتغشمش مثلا لو انت تعمل حاجه زيها وتطول السلسله هتكسر لك ايدك. ده مضرب الزومبي، يا رب ما يبوظ النهارده عشان المضرب ده انا بحبه مش عارف ليه. وده مضرب كريكت اللي جالنا مره وعدلنا عليه، وده مضرب عادي يعني مش عارف بقى الامونيا ولا تيتان ولا ايه، بس فاهم يعني هنجربه عشان في واحد كان مره كاتب لي ان عنده مضرب زي ده وعايز يعرف الفرق بينه وبين الخشب حاجات زي كده. المهم هنجربه، نظبط بس اللوكيشن نيجي نصور لكم. طبعا ده اول مضرب هنجربه النهارده، يعني يا رب ما يتدرمغش. يعني انا هجربه في حاجه بسيطه، هجربه في ازازه المايه اللي ورايا دي، يعني يا رب ما يحصلوش حاجه. بس قبل ما نبدا التحدي بالله عليكم يعني وامانه دي ما حدش يجرب الحاجات دي في البيت لو سمحتم، يعني لو في حد من الصغيرين بيتفرج علينا او شدوا المحتوى او حاسس ان هي حاجه واو او حاجه حلوه، يعني كفايه ان انت تشوفها مش لازم ان انت تقلدها في البيت. يلا نبدا التحدي على بركه الله. طبعا دي بتاعه الميه ايه، مش عارف بقى قريبه منكم ولا ايه، استنى كده، لا قريبه ايه تتشاف يعني. نبدا بقى بسم الله. طبعا دي معدن. يلا بسم الله. لا والله تصدق فتقتها بس دي بص الازازة عملت ازاي، بس دي بص عملت ازاي اتكسرت، مش عارف باينة ولا ايه، باينة. بص عملت ازاي اتكسرت ليه، لان دي برضو فاهم حاجة يعني ايه خشب ضعيف. هنجرب ان شاء الله التجربة في حاجة اكبر يعني او حاجة اقوى من كده، بس لا عملت لها اصابة، والله عملت لها اصابه، بس دي فاهم يعني تعتبر راحت النار. تيجي نكمل عليها نديها واحده كمان. استنى كده، لا من نفس المكان بس فاهم يعني الشق باين. بص الشق بتاعها عمل ازاي، بص عملت ازاي في ازازه الميه. طبعا دي الحديده اهي والقطع اللي كنا مثبتينها بيها، مش مهم هنكرر التجربه في حاجه تانية. طبعا دي اول واحده، اعتقد دي بالسلامه. يا الله يا كريم، تيجي نجرب بتاعه الزومبي. ها نجرب بتاعه الزومبي، يا الله بحبها وربنا بحبه المضرب ده يا جدعان، يعني بحبه. طيب نلف الازازه، ولا بقول لك ايه تعال نجربه على حاجه تانية، استنوا نجربه على الطبعه، يعني احس نجربه على الطبعه احسن عشان انا ما يعني ما احزنش من جوايا عشان بحبه والله مش عشان حاجه. تيجي نشوف الطبعه يحصل فيها ايه او المضرب يحصل فيه، وربنا لا اضربه لكم ضربه فيها بغشم وهو ونصيبه. بس اكرر تاني ما حدش يجرب الحاجات دي في البيت. يلا بسم الله. يا نهار اسود يا جدعان، ده خرب الدنيا، ده كان في ازاز جوه اتكسر. بص المضرب رشق فين، رشق في البتاع البلاستيك، ما حصلوش حاجه، الجمجمه طارت، الجمجمه اللي كانت هنا طارت. هنشوف شكل الطبعه كده، يا بهدلها شويه. طبعا في ازاز اتكسر،
مش عارف مش عارف، احس كفايه عليه كده، كفايه عليه كده، عشان فاهم يعني لو حصل له حاجه اكتر من كده انا هزعل. شايفين ايه اللي حصل له؟ بص اتكسر من هنا اهو، خد له كسره حلوه، والجمجمه طبعا طارت من مكانها. يعني قلت لكم هضرب بيه ضربه جامده، وهو ونصيبه، فهو نصيبه جه كده، فنركنه جنب اخوه. دي طبعا طبعه تانيه غير الاولانيه اللي فنشخناها دي، نجرب عليها المضرب ده. هبقى المضرب ده حته حته شكلها جامد، لو اتعمل على مضرب قوي او خشب، حاجه خشب اصلي، هيظبط هيظبط معاك، وهيبقى معاك حته بنت لذينه، يعني هيبقى عندك حته ديكور جامده جدا وانت اللي عاملها بايدك، بس ايه شويه تشغيل دماغ. هنجرب يلا. شوف اول تظبط كده، سلك الشائك كله طلع، شقى عمري ضاع، قعدت تعبت فيه امبارح ده عشان اعمله والله. هو كله بيفرتكوا البادي بس فاهم، يعني بيفرتكوا من بره، بيكسروا الازاز من جوه، ما بيكسروش حاجه. مش عارف بقى المضارب خفيفه ولا ايه، يلا مش مشكله مش مشكله، بس حاجه حلوه. بص ده طبعا اللي حصل له، هو الخشب بتاعه ما اتكسرش، يعني دي احلى حاجه فيه ان الخشب ما اتكسرش، بس فاهم السلك اللي هو عليه ده طلع طبعا من هنا، ايه اتعمل كده شويه بس يعني حلو. طبعا التجربه اللي معانا دلوقتي احنا هنجرب مضرب الكريكت ده، بتاع يعني بتاع لعبه هنديه كده، عامله زي الراكت والحاجات دي، بس يعني هي لعبه اغلبيه اللي بيلعبوها هنا في الخليج هنود. فهنجربه طبعا، هو عشان عامل زي البغل وما عملناش عليه حاجه، يعني مفيش اي تعديلات، احنا بس هنجرب قوته، هنضربه على دي كده وهي واقفه بالطول، ونحاول يعني نشوف. جاهزين؟ يلا بينا. يلا بسم الله يا جماعه. ايه ده؟ ايه ده؟ عادي جدا يعني، ده انا قلت من تقله ده كده ومن ضخامته هيفلقها اتنين. بص عمل ايه فيها، يعني هشمها شوية بس، يعني ما جابش زي التانيين ولا، والله كنت متنبئ له ان ده اللي هيجيب النهاية وهيخرب الدنيا، بس بس يا عم تعبنا من التحديات، هنقعد بقى نكسر لغايه امتى؟ ولا نكمل؟ ولا احس كده كفايه يعني، ده اعتقد التاثير اللي جه فيه هو شويه من الطلاق بتاعه ومن الدم بتاعه طلع، وطبعا بتاع الزون. تعال نروح على الطاوله اوريكم ايه اللي حصل. طبعا زي ما انتم شفتوا يعني ده، بس الدهان اللي ورا هو اللي اتأثر شوية، بس اعتقد ما جاش للمضرب حاجة قوية يعني، لا اتكسر ولا عمل. وده طبعا حتة الراس اللي فوق اتكسرت خلاص، والحتة دي فكت من مكانها تاني. ده اعتقد ده اقل ضرر فيه، ده القطعة دي كانت اقل ضرر. ليه؟ لان اعتقد السلسلة يعني محكمة انه ياخد ردة الفعل ده. بالنسبة لمضرب الزومبي برضو اتكسر من فوق،
خد له شرخ حلو من فوق. ده ما جربناهوش لان ده اصلا خفيف يعني. انا شفت دول في التجارب على تقلهم وعلى الحاجات دي يعني عملوا المستوى القليل ده، فده اعتقد ما كانش هيجيب مستوى خالص. انا طبعا كان ممكن اجرب على حاجات اخف من كده، خف من كده بكتير يعني. ممكن نجيب بطيخ، ممكن نجيب مش عارف ليه ما جبتش خوز. كنت جبت خوز، انا كان لازم لهم تجربه على خوز. ان شاء الله لما نعمل الكولد ستيل او اللي هي الاصليه، مش شرط كولد ستيل، ممكن نشوف شركه تاني. اوكي، لما نعمل المضارب التانيه ان شاء الله هنجربهم على حاجه افضل. طبعا انا قاعد الاضاءه عماله تلعب، الشمس تروح وتيجي تخرب الدنيا في الكاميرا، بس مش مشكله. فان شاء الله هنعمل تحدي تاني اقوى من كده، بس انا ما رضيتش اعمله على حاجات اللي هي يعني عشان ما نلعبش في النعمه، فاهم يعني؟ عشان ما نلعبش في النعمه ولا نخرب الدنيا، فقلت ايه اخليه التحدي كده لذيذ. ودينا جربناهم وكسرناهم، وان شاء الله نعمل حاجات احسن من كده. طبعا لسه متابع جديد تنساش بقى، فاهم يعني؟ شير، لايك، سبسكرايب، فعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. اخواتي وحبايبي على القناه بقى اللي وصل معايا لغايه الحته دي، يعني بص انا تعبت يومين عشان اعملهم، واليوم الثالث كسرتهم. فما تنسوش بقى اللايك، فاهم؟ وايه كومنت المتين كده عشان ننزل نتفاعل معاه. شوفوا الشوك على خير ان شاء الله في المقطع الجديد، وسلام.